السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في نشرة أخبار العاشرة مساء من تلفزيون سلطنة عمان. أهلا بكم وفي أبرز عناوينها: نيابة عن جلالة السلطان المعظم سمو السيد أسعد بن طارق يشارك في ختام القمة العربية بشرم الشيخ. الدول العربية تقرر إنشاء قوة مشتركة لمحاربة الإرهاب وتحدد 4 أشهر للاتفاق حول آليات تشكيلها. أفراح البلاد تتواصل في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة ابتهاجا بالعودة المباركة لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه مزيدا من برقيات التهاني بمناسبة العودة المباركة لجلالته إلى أرض الوطن سالما معافا بفضل الله وعنايته. حيث تلقى حفظه الله ورعاه برقيات التهنئة من كل من صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز أمير ويلز ودولة ديفيد كاميرون رئيس وزراء المملكة المتحدة ومعالي الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أعربوا فيها عن أزكى تهانيهم وأصدق تمنياتهم لجلالته بموفور الصحة والعافية والعمر المديد، وللسلطنة والشعب العماني كل تقدم والرفعة والرخاء في ظل قيادة جلالته الحكيمة. اختتمت بمدينة شرم الشيخ المصرية القمة العربية 26 بالدعوة لتعزيز التعاون البيني بين الدول العربية وصيادة الأمن القومي العربي ومجابهة التحديات التي تواجه الأمة العربية. إعلان شرم الشيخ اعتمد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة وتشكيل فريق رفيع المستوى من رؤساء أركان القوات المسلحة في الدول العربية لبحث المسائل المتعلقة بتشكيل تلك القوة. في ظل تسارع التطورات التي تشهدها المنطقة العربية، أعلن البيان الختامي لقمة شرم الشيخ للقادة العرب في مصر التأكيد على استمرار الغارات الجوية التي تقودها السعودية في اليمن إلى أن ينسحب الحوثيون ويسلموا أسلحتهم. أن التحديات العربية باتت شاخصة لا لبس فيها ولا تحتاج إلى استرسال في التوصيف بقدر الحاجة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لها، وقد تجلى ذلك بشكل ملموس في المنزلق الذي كاد اليمن أن يهوي إليه، وهو ما استدعى تحركا عربيا ودوليا فاعلا بعد استنفاذ كل السبل المتاحة للوصول إلى حل سلمي ينهي الانقلاب الحوثي ويعيد الشرعية، وسيستمر إلى تنسحب الميليشيات الحوثية وتسلم أسلحتها. إعلان شرم الشيخ اعتمد أيضا مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة تشارك فيها الدول اختياريا، وسيتم نشر هذه القوة في حال الانتهاء من الإجراءات التنفيذية بناء على طلب أي دولة عربية يواجه أمنها القومي تهديدا، كما يمكن استخدامها لمحاربة الجماعات الإرهابية ودون التدخل في الشأن الداخلي للدول. قرر القادة العرب اعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية على أن يتم تشكيل فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بإنشاء القوة العربية المشتركة وتشكيلها. وفي الشأن السوري، رحبت القمة بنتائج اجتماعات القاهرة وموسكو ومساعيهما لإحياء مسار الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية على أساس بيان جنيف 1. هناك إجماع على ضرورة العمل لدعم المسار السياسي والتوصل إلى حل يتسق مع جنيف 1 ويتسق مع إرادة الشعب السوري
في مستقبل يتسم بالتقدم بالتمثيل الكامل لكافة الأطياف السورية في إدارة البلاد. القضية الفلسطينية كانت حاضرة، فقد شدد البيان على رفض السياسات الإسرائيلية التي تنكرت لحل الدولتين، وأكد البيان عن دعمه لقرارات منظمة التحرير الفلسطينية الداعية لإعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع الاحتلال الإسرائيلي، ردا على عدم احترامه لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. كما دعت القمة إلى دعم موازنة السلطة الفلسطينية لمدة عام في ظل الظروف المالية التي تمر بها السلطة. هذا وعاد إلى البلاد مساء اليوم صاحب السمو السيد أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد ممثل جلالة السلطان، بعد أن ترأس وفد السلطنة نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه في أعمال الدورة 26 لمؤتمر القمة العربية العادية لمجلس جامعة الدول العربية التي عقدت بجمهورية مصر العربية الشقيقة. وكان في استقبال سموه لدى عودته والوفد المرافق له معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي وزير العدل، ومعالي الشيخ عبد الله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ومعالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي، وسعادة السفير عمرو أحمد عبد المجيد الزيات سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى السلطنة. ورافق سموه معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، ومعالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية، ومعالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية، وسعادة أحمد بن يوسف الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية، وسعادة السفير الشيخ خليفة بن علي الحارثي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية وعدد من المسؤولين. ابتهاجا بالعودة المباركة لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه سالما معافا إلى أرض الوطن، واصل المواطنون في مختلف محافظات السلطنة احتفالاتهم بهذه المناسبة المجيدة. وخرج أهالي ولايات الحمراء ومنح بمحافظة الداخلية في مسيرات حاشدة امتزجت فيها القصائد الشعرية مع وقع أهازيج الفنون المغنى. أهالي ولاية الحمراء يرسمون مشهدا آخر من مشاهد الحب والولاء لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، فرحين مستبشرين بعودة جلالته أيده الله إلى أرض الوطن. مسيرة حاشدة طافت ربوع الولاية، حرص مختلف أطياف المجتمع على المشاركة في تجسيد دلالاتها الوطنية التي تعبر عن عمق العلاقة بين القائد والشعب. الولايات والمحافظات جميعها بالمسيرات وولاء وعرفان لإباني هذه النهضة، فكانت ولاية الحمراء مثل وثيلاتها من الولايات لها وقفة كبرى واحتفال كبير، شكلت اليوم أنغاما جميلة بمسيرة كبرى نظمها الأهالي، اشترك فيها جميع الفئات فرحا وسرورا بالمقدم الميمون. احنا الشعب العماني برجوع حضرة صاحب الجلالة إلى وطننا الغالي عمان، وأتمنى له بالصحة والعافية وأن يلبسه الله ثوب الصحة والعافية ويطول بعمره يا ربي. المشاركون بالمسيرة رفعوا أعلام السلطنة وصور صاحب الجلالة مرددين عبارات الولاء والانتماء للوطن ولجلالة السلطان أبقاه الله. بعودته تجددت الآمال لدى المواطنين في مواصلة المسيرة، مسيرة النهضة ومسيرة العطاء ومسيرة النمو ومسيرة التنمية ومسيرة الإخاء ومسيرة السلام. وفي مشهد الختام تبادت إلى أذهان المشاركين الصورة الرائعة للمكانة المرموقة التي وصلت إليها السلطنة في هذا العهد المبارك، وما تحقق للإنسان العماني من عيش كريم، فصدحت حناجرهم بالقصائد الشعرية والأهازيج الوطنية. عماني عماني وافتخر جدا لأني عماني، والعماني شيء ثاني، وإذا تبغي الدليل يجيك.
رب ألبس سيدي ثوب الهنا واحفظه يا ربي مدى الأزمان. أي شعر هذا الذي سيترجم هذه الفرحة جادت بها أقلامهم؟ وتتواصل مسيرات الفرح والابتهاج في محافظة الداخلية بالمقدم الميمون لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم إلى أرض الوطن، حيث ستشهد ولايات بدبد وسمائل وبهلة ونزوة خلال اليومين القادمين مسيرات حاشدة. سعيد بن ذيب الهنائي من محافظة الداخلية ولاية الحمراء. أهالي ولاية منح كسائر أبناء السلطنة غمرتهم السعادة والفرحة بالعودة الحميدة لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه من رحلة العلاج التي كللت بالنجاح. منذ صدور بيان ديوان البلاط السلطاني بالعودة الحميدة لمولانا حفظه الله والاحتفالات بهذه الولاية مستمرة في مختلف شرائح المجتمع، في مختلف القطاعات، الجهات الحكومية، الجهات الأهلية، الكل محتفل في هذه الولاية بمناسبة قدوم مولانا حفظ صاحب الجلالة موكبه الميمون من بعد علاجه. الحمد لله رب العالمين على الصحة والعافية، ونشكر الله سبحانه وتعالى على رؤيته بخير المعافى، ونسأل الله سبحانه له العافية والمنة والسرور. ويعبر أهالي ولاية منح عن تلك المشاعر في مسيرتهم الوطنية بالقصائد الشعرية وكلماتها التي جاءت في حب الوطن والقائد المفدى وتأكيد المضي قدما نحو بناء الوطن. مرحبا يا نور لبلادي، مرحبا مليون يا حية، لك هتفنا حضري وبادي، منح نرفع لك تحية. سيدي قابوس بوكادي لك ولانا صافي النية. سعدت وصلت يا سيدي فيه منح يتراكض الأطفال فرح أولادنا. وتتنوع هنا تعابير الفرحة ومعاني الولاء، فجاءت المشاركة الواسعة من أبناء ولاية منح في هذه المسيرة التي تقدمها الفرسان والفنون العمانية المتنوعة، وقد رفع المشاركون علام السلطنة وصور صاحب الجلالة وعبارات الشكر لله عز وجل الذي من على جلالة السلطان المعظم بالصحة والعافية. وهكذا تظهر عمان وأبناؤها في نبض واحد وملحمة وطنية تؤكد الولاء والانتماء للوطن الغالي وللقائد المفدى جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. يعقوب بن خلفان دابي من ولاية منح محافظة الداخلية. في محافظة ظفار نظم أهالي ولايتي سدح ومرباط احتفالات بمناسبة العودة الميمونة لجلالة السلطان المعظم حفظه الله، مرددين الأهازيج والقصائد الوطنية المعبرة عن هذه المناسبة. وحمل المشاركون خلال المسيرة أعلام السلطنة وصور جلالة السلطان أبقاه الله، مجددين العهد والولاء لجلالته، سائلين الله أن يحفظه ويبقيه فخرا لعمان، حيث تخللت المسيرة العديد من الفنون العمانية التقليدية المغنى. روح الوطن وأنفاسه، نبض القلوب وإحساسه، اختلفت التعابير لماذا لا، والحياة عادت بعودة روح الوطن لتضيء آفاقا جديدة. وهنا لوحة أخرى رسمها أهالي ولاية سدح في ملحمة وطنية حملت الكثير من المعاني في حب الوطن والقائد. هذه الاحتفال اليوم لتحتفل فيه هذه الولاية كغيرها من ولايات السلطنة ما هو إلا تعبيرا يعني بما أيضا يكنها أبناء هذه الولاية من حب ووفاء وشوق لرؤية جلالته. كما شاهدتم خرجت اليوم ولاية سدح عن بكرة أبيها رجال ونساء كبار وصغار، كما خرجت كل ولايات السلطنة احتفاء وابتهاجا وانتشاء بالمقدم الميمون المبارك لمولانا حضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم، أمده الله بالصحة والعافية والعمر المديد. خرج أبناء ولاية سدح بكل نياباتها مرددين أبشري قابوس جاء، معبرين باحتفالية
حملت الكثير من التفاصيل. لا يفوتنا في هذه المناسبة أن نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى الشعب العماني على سلامة حضرة صاحب الجلالة وعودته سالما غانما. الفنون الشعبية العمانية المغناة كانت حاضرة، بالإضافة إلى إلقاء مجموعة من القصائد التي كتبت بأحرف من نور ابتهاجا بالمقدم الميمون. أبشري قابوسة والتبارك السماء، وطني عمان وطني عمان وطني زين الأرض وزرعي أدعو ربي وين سواتي ورب يحفظ خير عروس. وعادت الروح إلى أرض الوطن بعودة روح الوطن مولاي حفظه الله، وهذه صورة أخرى معبرة ابتهاجا بالمقدم الميمون. من ولاية سدح، محمد بن سعدون بيت سعيد. من المدينة الرابضة على شط بحر العرب ولاية مرباط، تمازجت مشاعر الغبطة والفرح بعودة القائد المفدى أبقاه الله بصحة وعافية. فنون ورقصات بحرية عبر من خلالها الأهالي عن مدى ارتباطهم بالبحر، معبرين من ضفافها الحالمة عن ما يكنونه من ولاء وعرفان وحب لباني عمان وربان سفينة الإنجاز والنماء التي شهدتها السلطنة. هذه المسيرة الحاشدة التي اشترك فيها الكبير والصغير ابتهاجا وفرحة بعودة مولانا حفظه الله، وإننا نحمد الله حمدا كثيرا وشكرا وفيرا على عودة صاحب الجلالة شافيا معافيا سالما غانما. الحمد لله رب العالمين في شفاء مولانا حضر صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، وعودته إلى أرض الوطن سالما مقانما وقانما معافى. جعل الله أفراح عمان دائما مستمرة بوجود صاحب الجلالة. أهالي ولاية مرباط يهنون مولانا حضر صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم بالمس العود إلى أرض السلطنة، ونتبشر بمولانا قدوم مولانا جلال السلطان بالصحة والعافية، وكل العمانيين فرحانين ويهنون. أنغام الجيبو وغيرها من الفنون البحرية في مرباط دلالات تدلل عن مضامينها، حيث كانت تؤدى في مناسبات استقبال الأهالي للمسافرين بحريا في الماضي. مولاي راع الشهامة والكرم، يا ذخرنا يا ذخرنا نفرح إذا راسك سلم. في 23 مارس طاب قرح السلطنة، نادي الشعب قابوس قابوس نور شاشة عمان. في بداية صبح أبدات الكلام وانتظر عطر المحبة والسلام، سيدي قابوس في الهم وسام. خرج الأهالي من مختلف نيابات وقرى ولاية مرباط في مشهد اختزل مضمون واحد لا ثاني له، وهو حب القائد الذي تجذر في أعماق شعبه على امتداد السلطنة وربوعها. هبوت، رقصات فنية، أطفال نساء كبار سن، شباب كلهم بصوت واحد أبشري قابوس جاء. هكذا في مربط الخيل مرباط خرجت هذه الجموع الغفيرة بمناسبة عودة القائد المفدى أبقاه الله بصحة وعافية. سالم بن بخيت العامري، ولاية مرباط، محافظة ظفار. واستبشارا بالعودة المباركة لجلالة السلطان المعظم حفظه الله، خرج أهالي ولايتي الكامل والوافي وجعلان بني بوحسن بمحافظة جنوب الشرقية
في مسيرة حب وولاء. وعبر الأهالي في مسيرات حاشدة عن ولائهم وحبهم ووفائهم لبان النهضة العمانية حفظه الله ورعاه عبر إلقاء القصائد الشعرية مع وقع أهازيج الفنون المغنى. بهذه الأناشيد والعبارات والقصائد الوطنية هتف أطفال مدارس ولاية الكامل والوافي معبرين عن فرحتهم الكبيرة وحبهم للوطن والسلطان. المسيرة بدأت من أمام حديقة الولاية العامة وإلى مكتب الوالي، تفاعل معها الصغير والكبير رافعين صور صاحب الجلالة وعلم السلطنة. خروج هذه الجموع من ولاية الكامل والوافي هي معبرة عن ذات نفسها، حب وولاء للقائد وابتهاجا بمقدمه وهو بالصحة يرفل بالصحة والعافية إلى أرض الوطن. عيد يا عمان والفرحة كبيرة، والبسي ثوب الفرح في يوم عيدك، يوم قابوس الفقر قد المسيرة وارتفع من قمته على رصيده. يا مرحبا يا مرحبا، ترحيب فوق الملايين للوالد سلطان قائد بلادنا، الله يتمم فرحة الشعب والحين ونشوف نوره ممتلي في سمانا. قيد من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مولانا جلال السلطان ويحفظه دائما لهذا الوطن ولشعبه، وأن يكون خيرا وبركة. فنون الهمبل والتغرود كانت حاضرة في المسيرة مصاحبة مع عروض الخيل والإبل، شكلت لوحات جمالية لترديد راكبيها. من عقب الظلمات الدهم والخير يجري من العراق. أما فن العازي بلحنه الشجي كان أحد أهم الفنون العمانية المغناة في المسيرة، إضافة إلى نغمات الكاسر والرحماني، بمشاركة جمعية المرأة العمانية بفنونها وتعابيرها الخاصة. ألوان من الفنون التراثية الوطنية تمازجت معها رقصات الخيل والإبل، عبروا عنها أهالي ولاية الكامل والوافي فرحين بالمقدم المبارك لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. صالح بن حمد الحبسي، ولاية الكامل والوافي، محافظة جنوب الشرقية. مشهد من مشاهد الفرح والبهجة هنا في جعلان بني بو حسن، احتفاء بوصول سلطان البلاد المفدى لأرض الوطن. فخرجت مسيرات حاشدة جابت شوارع الولاية مبتهجة بمقدمه الميمون. زادت فرحتنا أكثر وأكثر، الحمد لله يوم شفناه ينزل من الطائرة بريوله، والحمد لله رب العالمين، هذا شكر من الله سبحانه وتعالى، والحمد لله. ونتمنى منه بعدنا نسمع صوته، نتمنى إن نشوفه ونسمع صوته إن شاء الله يطمنا أكثر وأكثر. الحمد لله على عودته الميمونة، والحمد لله الذي شفاه وعافاه. الحقيقة 18 من نوفمبر و23 من يوليو و23 من مارس حفرت في القلب هذا باني نهضة عمان من اسمه لكل شخص له نصيب من اسمه. لا أحب أهني كل شعب عماني، وأحب أهني كل حد، ما خص بأي حد، ويعجز الكلام ويعجز التعبير عن هذه المناسبة. الحمد لله رب العالمين على رجعة السلطان قابوس بن سعيد، أعزه الله وأبقاه. عودة سلطان البلاد لأرض الوطن حدث أسال حبر الشعراء، فجادت قرائحهم بعذب الكلام في حب جلالته. أنا بكتب الشعر في حب قابوس بطيض بحوره، برحبه ترحيبة تهز عرش الكيان، ترحيبة البدو بنجم سهيل اليابس غنوره. شاهد تاريخ انت اللي بناها، علم بحلم الساذ النور، يحفظك ربي ويديمك صداها، روحي فداك مسامع القصور، سيدي قابوس ترخص القلاها. الاحتفالية تخللتها الفنون الشعبية المغناة كالرزحة والهمبل، رافقتها الأصايل العمانية والخيول العربية الأصيلة، وجمع حاشد من المواطنين والمقيمين.
بمسيرة حاشدة طافت شوارع جعلان بني بوحسن مرة بالغنيمية وانتهت بالمحجول لتنتهي هنا في حصن جعلان بني بوحسن في احتفالات رائعة بمقدم جلالة السلطان حفظه الله ورعاه. يعقوب بن يوسف البلوشي، جعلان بني بوحسن. أهالي ولاية دماء والطائين بمحافظة شمال الشرقية ابتهجوا بدورهم بالعودة المباركة لجلالة السلطان المعظم، حيث نظموا مسيرة ولاء انطلقت من أمام مستشفى الولاية وانتهاء بالساحة المقابلة لمكتب الوالي. قدم المشاركون من الأطفال والكبار مجموعة من القصائد الشعرية المعبرة والفنون العمانية الشعبية التي تغنت بحب الوطن وقائده المفدى. عن أي حب نتحدث وعن أي مشاعر نعبر؟ إنهم أبناء عمان يهتفون بحب عمان وحب قائد عمان والوالد. جموع حاشدة جاءوا للمشاركة في هذه المسيرة المعبرة التي جمعت أهالي وادي دما والطائيين بكل قراها. توالت هذه الجموع منذ الصباح الباكر فرحا وسرورا للمشاركة بمسيرة الحب والولاء والانتماء. مبارك للشعب العماني ونبارك لأنفسنا ونبارك الولايات ومحافظات السلطنة بالعودة الميمونة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه من رحلة العلاج، والتي والحمد لله تكللت بالنجاح، متمنين له دوام الصحة والعافية والعمر المديد. إنها مشاعر الولاء والعرفان لباني نهضة عمان، تنوعت في أساليبها واتفقت في فحواها. فهنا فرق الفنون العمانية الأصيلة والتي تميزت بها ولاية دما والطائيين في فن الرزحة المعروف. هذه المسيرة كما تشاهدون إلا هي تعبيرا عن الحب الصادق والولاء الخالص لمولانا حضرة صاحب الجلالة، فمهما قلنا ومهما أبدينا ومهما أعطينا لن نوفي هذا الإنسان حقه أبدا. ولطلبة المدارس الدور الأكبر في هذه المساهمة الوطنية الرائعة، فها هم يهتفون بشعارات الولاء والحب والعطاء، وهنا لوحة أخرى للطلبة والطالبات يعبرون عن هذه الفرحة والسعادة التي ارتسمت على شفاههم. أبشري يا عمان بقدوم المفدى، وزانت الأفراح بطلالك علينا، قابوس يا نهج الحضارة والمعنى، قايد ونحن على يده ربينا. هذه المسيرة التي انطلقت من أمام مستشفى الولاية مرورا بسوق الولاية محلاح وانتهاء بمركز الوالي، كما صدحت قصائد الشعراء في هذه الاحتفالية فرحا وسرورا. تزينت الولاية بثوب الفرح والسرور وعمت البسمة في محيا أهاليها. جئت إليك أقدم شكري، لا 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 لا، والبسمة نور في عمري، لا 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 لا. وتتوالى الأفراح على ولايات ومحافظات السلطنة، فهنا احتفالية جميلة لأهالي ولاية دما والطائيين. أحمد بن محمد المعمري من ولاية دما والطائيين محافظة شمال الشرقية. كما خرجت جموع من أبناء ولاية خصب بمحافظة مسندم في مسيرة وطنية احتفاء بالعودة الميمونة لحضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه سالما معافى إلى أرض الوطن، حيث بدأت المسيرة التي اشترك فيها الرجال والنساء والأطفال وطلبة وطالبات المدارس من أمام جامع السلطان قابوس بخصب وانتهاء بمكتب الوالي. من أمام جامع السلطان قابوس في ولاية خصب تحرك المواطنون في مسيرة حمد وثناء لله تعالى على عودة جلالة السلطان إلى أرض الوطن سليما معافى بعد رحلة علاج في الخارج. حكيم السلام يوم شديد المعضلات تلفيه، يفند خيرها من شرها ومن علومه يثريك، يا نعمة الرحمن يا عل ربي بالشفت خليه، على عرش المحبة تربعت لحدا يجاريك. خرجوا حبا في حب صاحب الجلالة وحبا للوطن، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يديم الصحة والعافية وسرور على صاحب الجلالة وأن يأمن عمان بالأمن والأمان. نهنئ كافة الشعب العماني بعودة الروح إلى الجسد، بعودة الأب إلى البيت، بعودة مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم
مشافا معافا إلى أرض عمان. شارك في المسيرة جميع فئات المجتمع وطلبة وطالبات المدارس، بالإضافة إلى جمعية المرأة العمانية والنادي الرياضي الثقافي. أبي الغالي قابوس يا رب احفظه. قد طاف المشاركون ببعض معالم النهضة العمانية في خط سيرهم باتجاه مكتب المحافظ، حاملين صور جلالة السلطان وأعلام السلطنة، وهم يرددون هتافات الولاء ويرفعون أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ويمتعه بالصحة والعافية والعمر المديد. وصوتي بحبك فاق الصدى، أقول وللشمس هيا تعالي، عمان وأنت شموس الهدى، جدودي جدودي سادوا البحار، وكان لهم قلب عزم يصد العدا، بقابوس يولد فجر جديد، فبورك ذاك السنا مولدا. وقد تغنى المشاركون بأبرز الفنون التقليدية التي تشتهر بها محافظة مسندم. ويعبر المواطنون في هذه المسيرة عن حبهم وولائهم لجلالة السلطان المعظم حفظه الله تعالى ورعاه، وهم يرفعون أكف الضراعة إلى المولى عز وجل أن من عليه بالصحة والعافية والعودة إلى أرض الوطن سليما معافى. منصور السعدي، ولاية خصب في محافظة مسندم. وفي ولاية صحن بمحافظة شمال الباطنة، عبر أهالي الولاية عن فرحتهم وسعادتهم بالعودة الميمونة لجلالة القائد المفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أبقاه الله. وخرج الأهالي في مسيرة حاشدة جابت شوارع الولاية في ملحمة وطنية، معبرين عن ولائهم وحبهم ووفائهم لباني النهضة العمانية حفظه الله ورعاه. أبشري قابوس جاء، وبالروح والدم نفديك يا قابوس، عبارات كانت عنوانا للمسيرة الشعبية التي نظمها أهالي ولاية صحم بمناسبة العودة المباركة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه إلى أرض الوطن سالما معافى. علامات الفرح والابتهاج ارتسمت هنا على وجوه الجميع من الأطفال والشباب والكبار رجالا ونساء، وهم يعبرون جميعا عن الفرحة العارمة بعودة جلالته ويرددون عبارات الحب والولاء لباني نهضة عمان. هذه المسيرة التي قام بها أبناء ولاية صحن في هذا اليوم المبارك بمثابة ملحمة وفاء وحب للقائد الذي يكن له العمانيون كل الحب والوفاء، كقائد أسس دعائم الدولة العصرية وجعل من عمان واحة للأمن والأمان بين سائر الأمم. هني صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد معظم بعودته بالسلامة، مشافة معافى إن شاء الله، الله يدوم علينا إن شاء الله يا رب. جئت أشارك فرحة أهل عمان بعودة القائد المفدى السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله ورعاه، نسأل الله له أن يتم عليه الشفاء العاجل وأن يجعل محبته في قلوب الشعب كله. هذه المسيرة الحاشدة التي بدأت من أمام مقر بلدية صحم وصولا إلى ساحة الاحتفالات العامة بالولاية جاءت بمشاركة شعبية واسعة، حيث عبر المشاركون في المسيرة عن فرحتهم ووطنيتهم من خلال رفع أعلام السلطنة وصور جلالة السلطان المعظم ولوحات عبرت عن الفرح وتجديد الولاء لقائد البلاد المفدى. أنا من دار قابوس المعظم، أنا من دار قابوس المعظم، سليل المجد يفخر بي زماني. وبعد وصول المسيرة إلى ساحة الاحتفالات بالولاية، قدم الأهالي والأطفال القصائد الشعرية المعبرة وبعض الفنون الشعبية العمانية التي تغنت بحب الوطن وقائده. طهور يا أغلى من شكا ولا باس، عسى الذي صابك سلام وعوافي، مرحب وترحاب بالقائد العز ولا باس، فرحة عمانك لها في مطارك توافي، أبشري قابوس جاء. إذن هكذا كانت هي صورة الأفراح المتواصلة في ولاية صحم ابتهاجا بالعودة السامية لجلالة السلطان المعظم. من ولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة،
علي بن سالم البادي. وإلى جولة من الأخبار العالمية نبدأها من اليمن، حيث قصفت طائرات تحالف عاصفة الحزم التي تقودها المملكة العربية السعودية عقبة القذع التي تربط بين محافظة البيضة وشبوة شرق اليمن، مستهدفة طريق إمداد جماعة الحوثيين. في الأثناء قالت مصادر عسكرية وأمنية إن أكثر من 30 شخصا قتلوا في معارك بين الموالين للرئيس اليمني وجماعة الحوثيين قرب منطقة نفطية جنوب اليمن، فيما ارتفع عدد ضحايا المعارك الليلية في عدن بين لجان الدفاع والحوثيين إلى قرابة 20 قتيلا إثر القصف الذي استهدف المطار بالمدفعية، ما أدى إلى اندلاع حرائق. وأضافت المصادر أن المواجهات للسيطرة على المطار الدولي تواصلت بشكل متقطع وأدت إلى 9 قتلا من صفوف الحوثيين. انضم عدد من زعماء العالم إلى عشرات الآلاف من التونسيين في ساحة باردو بالعاصمة التونسية في مسيرة ضد الإرهاب، منددين فيها بالاعتداء الذي وقع على متحف باردو والذي قتل على إثره 21 سائحا أجنبيا. جاء ذلك بعد أن أعلنت السلطات عن مقتل 9 من المتهمين بتنفيذ العملية. وتقدم المسيرة الرئيس التونسي برفقة كل من نظيره الفرنسي، إضافة لرئيس السلطة الفلسطينية ورئيس الغابون. وإلى العراق، وبغطاء جوي من طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تحتشد القوات العراقية على مشارف منطقة الديوم غرب تكريت في محاولة لاستعادة السيطرة على المنطقة. ويأتي ذلك في وقت دمرت فيه قوات التحالف الدولي مواقع لتنظيم داعش في منطقة عرب شيشين جنوب تكريت وحي القادسية شمال المدينة، الأمر الذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف التنظيم. وفي سوريا، اتهم المرصد السوري لحقوق الإنسان الجيش السوري بقتل 15 معتقلا بمدينة إدلب. المرصد أكد أن عملية القتل حدثت قبيل ساعات من سيطرة جبهة النصرة على المدينة، كما وأضاف المرصد أن جثث القتلى وجدت داخل ما يطلق عليه المجمع الأمني في إدلب. هذا وكانت جبهة النصرة قد سيطرت في وقت سابق على مدينة إدلب المتاخمة للحدود التركية، وهي ثاني مدينة تخرج عن سيطرة الجيش السوري بعد مدينة الرقة. قالت مصادر إيرانية وغربية رسمية مطلعة إنه تم حل الكثير من القضايا الفنية للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، ولكن هناك عقبات سياسية لا تزال تقف حجر عثرة في الطريق للتوصل إلى اتفاق. ويتفاوض وزراء خارجية طهران والدول الكبرى في مدينة لوزان في سويسرا قبل يومين من انتهاء المهلة للتوصل لاتفاق أولي في الملف النووي الإيراني. جولة جديدة من المفاوضات يلتقي فيها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين في مدينة لوزان السويسرية لصياغة اتفاقية تضع أسس التسوية النهائية مع طهران بحلول يونيو المقبل. دبلوماسيون غربيون تحدثوا عن التوصل إلى اتفاق أولي حول عناصر أساسية ضمن تسوية تنص على خفض عدد أجهزة الطرد المركزي لدى طهران بأكثر من الثلثين، وعلى نقل معظم مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب إلى الخارج، إلا أن طهران سرعان ما نفت التوصل لتسوية. وكانت مصادر إيرانية قد أشارت في وقت سابق إلى إمكانية قبول طهران بتشغيل 6000 جهاز طرد مركزي فقط لتخصيب اليورانيوم،
مقابل نحو 10,000 جهاز يتم تشغيله الآن في المنشآت النووية الإيرانية، على أن يستمر الاتفاق لأقل فترة مطروحة للمناقشة وهي ما بين 8 إلى 15 عاما، إضافة إلى السماح لإيران بتشغيل نماذج متقدمة فنية من أجهزة الطرد المركزي. وتكثف القوى العالمية محادثاتها مع إيران بشأن برنامجها النووي للتوصل إلى اتفاق إطار يحد من أكثر الأنشطة حساسية في برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية عنها. ونختتم جولتنا العالمية في المكسيك، حيث ثار واحد من أخطر البراكين في العالم مطلقا أعمدة من الأتربة والدخان، وأطلق بركان كوليما عمودا من الرماد ارتفع لأكثر من 4 كيلومترات فوق قمة البركان، كما وصل ارتفاع الدخان إلى 9 كيلومترات. يعد بركان كوليما من أبرز براكين مجمع كوليما البركاني، وشهد أكثر من 30 ثورة بركانية منذ عام 1585، بما في ذلك عدة انفجارات هائلة أواخر تسعينيات القرن الماضي. بهدف تسليط الضوء على أهم مستجدات الأمن السيبراني والتهديدات والمخاطر الأمنية على الساحة المعلوماتية، انطلقت بمسقط فعاليات المؤتمر الإقليمي لأمن تقنية المعلومات تحت عنوان مستقبل الأمن السيبراني والسلامة المعلوماتية. المؤتمر الذي يستمر يومين رعى افتتاحه صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد الأمين العام المساعد للتعاون الدولي بمجلس البحث العلمي. مستقبل الأمن السيبراني والتهديدات والتحديات الأمنية المعلوماتية وتطوير القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني والتعرف على حجم المخاطر الأمنية وسبل التعامل معها، بالإضافة إلى مراجعة الاستراتيجية والخطط المستقبلية للتعامل مع هذه المخاطر والتهديدات السيبرانية، أبرز مناقشات المؤتمر الإقليمي للأمن السيبراني الذي يشارك فيه أكثر من 300 مختص من سائر الجهات الحكومية والخاصة. هذا المؤتمر له أهمية بالغة لأنه ملتقى عالمي يجمع الخبراء والمفكرين في هذا المجال بالتحديد، ويعزز من دور أيضا السلطنة كما بعد إنشاء المركز الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات في عمان، المركز الإقليمي لأمن المعلومات، وهذه يعني إن شاء الله سيستفيدوا من الخبرات العالمية ومن الجهود الفنية والتقنية المبذولة في هذا الجانب. هذا المؤتمر تقريبا المؤتمر الوحيد اللي هو يتخصص في أمن المعلومات، يقام في السلطنة سنويا من قبل هيئة تقنية المعلومات، ونشكرهم على هذا الجهد. بأمانة هي فرصة ممتازة جدا نلتقي بالشركات التقنية، الشركات اللي هي متخصصة في مجال أمن المعلومات، وهذا شيء نادر مثل ما ذكرنا، هي مرة واحدة في السنة فقط. المؤتمر يتحدث فيه نخبة من المختصين من داخل السلطنة وخارجها لتسليط الضوء على مستقبل الأمن السيبراني والسلامة المعلوماتية في ظل ما يشهده العالم من تطور سريع الوتيرة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والتنامي المضطرد في المخاطر والتهديدات السيبرانية. المؤتمر سيتناول العديد من أوراق العمل في هذا المجال، حماية القطاعات الحيوية مثل القطاعات المالية، حماية قطاعات النفط، حماية قطاعات الماء والكهرباء وغيرها، وكذلك سنتحدث كذا عن الحكومات، يعني أهمية حماية المؤسسات الحكومية وحماية سواء المواقع أو الشبكات الداخلية بالنسبة للمؤسسات الحكومية. يأتي تنظيمنا للمؤتمر الإقليمي الرابع للأمن السيبراني في الوقت الذي تشهد فيه الساحة المعلوماتية العديد من التحديات والتهديدات الأمنية المعلوماتية، ولذلك جاء شعار هذا المؤتمر هذا العام التهديدات الأمنية المستقبلية ومستقبل الأمن السيبراني، حيث سيتناول المؤتمر مجموعة من المواضيع التي سوف تحدد توجه المستقبلي لموضوع الأمن السيبراني في ضوء ما يشهده العالم اليوم من تطور في التقنيات وزيادة في عدد مستخدمي الأنترنت والهواتف النقالة. وتكمن أهمية تعزيز الأمن المعلوماتي نظرا لارتفاع الجرائم الإلكترونية في العالم، حيث تشير الإحصائيات إلى أن جرائم الإنترنت
تكلف الاقتصاد العالمي نحو 500 بليون دولار كل عام، بينما تصل الخسائر المتعلقة بالمعلومات الشخصية إلى 150 مليار دولار. وأكد الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات أن هناك استراتيجية حكومية لحماية أمن المعلومات تتضمن إنشاء أقسام إدارية متخصصة في المؤسسات الحكومية. عندنا استراتيجية متكاملة بالنسبة لحماية المؤسسات الحكومية، سواء هذه الاستراتيجية تنفذ عن طريق مركز أمن المعلومات في الهيئة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، أو كذلك بالنسبة للتعاون الدولي من خلال المركز الوطني للسلامة المعلوماتية. الخطة الحكومية هي يعني بناء الثقة داخل المؤسسات الحكومية، أو بناء أمن المؤسسة الحكومية يعتمد على المؤسسة نفسها. لهذا يعني من خلال دور التعاون بين المؤسسات الحكومية وهيئة تقنية المعلومات هناك خطة يتم كذلك العمل على تنفيذها. عندنا كذلك هناك متطلب أساسي لإنشاء أقسام لأمن المعلومات في المؤسسات الحكومية، وبدون الانتهاء من هذه بدون إنشاء مثل هذه الأقسام المؤسسة الحكومية بحاجة إلى تبني استراتيجية داخلية في المؤسسة، والعمل مع الهيئة والعمل مع القطاعات الأخرى في الحكومة لتنفيذ هذه الاستراتيجية. مشروع قانون معهد الإدارة العامة ومواده القانونية المقترحة بحثها مجلس إدارة معهد الإدارة العامة في اجتماعه الأول لهذا العام. الاجتماع بحث كذلك استحداث بعض التقسيمات التنظيمية بالمعهد، إضافة إلى مجالات التعاون بين المعهد وشبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبحوث والمجموعات الأوروبية للإدارة العامة، ودور المعهد في تنظيم مؤتمر اليورومينا المقترح إقامته بالسلطنة. ترأس الاجتماع معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المعهد. اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الحسابات الختامية للهيئة للسنة المالية المنتهية 2014، وناقش المجلس خلال اجتماعه الأول للعام الجاري الفرص الاستثمارية المرفوعة إليه من جانب لجنة الاستثمار، والتي تهدف الهيئة من خلالها إلى تنويع أدوات الاستثمار بما يعزز العوائد الاستثمارية. كما استعرض المجلس جملة من المواضيع المتعلقة بأوضاع أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم المسجلين بالهيئة، وعددا من الطلبات الإدارية التي تم رفعها من قبل إدارة الهيئة واتخذ في شأنها القرارات المناسبة. ترأس الاجتماع معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. نهوضا بالخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية للمسنين، استحدثت الوزارة دائرة تعنى بهذه الشريحة المهمة من المجتمع. تختص الدائرة بتعزيز دور المسنين ومكانتهم في المجتمع وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة من خلال تعزيز مبدأ الشراكة والعمل التكاملي بين كافة القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة وأسر المسنين. الدائرة ستمكن وزارة التنمية الاجتماعية من إعداد الخطط والبرامج الوطنية الخاصة بالمسنين ومتابعة تنفيذها، بما في ذلك برامج الرعاية المنزلية ودراسة ورصد الاحتياجات من الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال، إلى جانب توفير قاعدة بيانات إحصائية شاملة عن المسنين بالسلطنة. بحث آفاق التعاون المشترك بين الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون مع التلفزيون المركزي الصيني تصدر مناقشات معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون مع معالي هوت شافان رئيس التلفزيون المركزي الصيني الذي يزور السلطنة حاليا. قام الوفد بزيارة الاستوديوهات الرقمية بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، حيث أبدى معالي رئيس التلفزيون المركزي الصيني إعجاب الكبير بالتقنيات الحديثة المستخدمة وإدارتها من قبل كوادر عمانية شابة.
التعاون في مجال الإذاعة والتلفزيون بين السلطنة وجمهورية الصين الشعبية يأخذ بعدا جديدا ومتطورا مع توصل الجانبين إلى صيغة تفاهم لتفعيل مجالات التعاون الإخباري والبرامجي وتبادل المذيعين والتدريب في المجالات الهندسية والتقنية، وهي مساقات مهمة تم بحثها خلال لقاء معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ومعالي هو تشان فان رئيس التلفزيون الصيني المركزي والوفد المرافق لمعاليه. رغم أن زيارتي للسلطنة عمان مجرد يومين، وإلا أن انطباعي جيد جدا، وأرى بأن هناك يعني مساحة كبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين. توقيع الاتفاقية بين الجانبين أعتقد سوف نوفر أكثر من الفيديوهات بشكل مجاني لتلفزيون عمان. زيارة الوفد التلفزيوني الصيني للسلطنة جاءت متزامنة مع فرحة أبناء الشعب العماني بالعودة الميمونة لجلالة السلطان المعظم إلى أرض الوطن العزيز، وما تركت من انطباع خاص لدى الوفد عبر عنه معالي هو تشان. شعرنا بالحب والاحترام لسلطان قابوس، ويعني نحن مسرور جدا كذلك في هذا الوقت بالذات أن نقوم بزيارة للسلطنة، وشعرنا بالسعادة الذي يعيشه الشعب العماني في هذا البلد. الوفد التلفزيوني الصيني قام بجولة في مجمع الاستوديوهات الرقمية بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، واستمع معالي الضيف والوفد المرافق إلى شرح مفصل عن التقنية المتطورة المستخدمة، الأمر الذي جعل الوفد يعبر عن انطباعه بما شاهده من تطور وإمكانيات فنية للشباب العماني الذي يقوم بإدارة هذه الاستوديوهات. وننتقل الآن إلى أهم الأخبار الاقتصادية مع الزميل خلفان العامري. النشرة الاقتصادية برعاية أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. السلام عليكم، أخبار الاقتصاد وتتابعون. أكثر من 100 مليون ريال عماني قيمة المشاريع الإنشائية للطرق الداخلية في مختلف محافظات السلطنة. بكلفة تجاوزت أكثر من 100 مليون ريال عماني، وقعت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه عددا من الاتفاقيات لتنفيذ مجموعة من مشاريع رصف الطرق الداخلية في مختلف محافظات السلطنة. وقع الاتفاقيات من جانب الوزارة معالي أحمد بن عبد الله الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه. بهدف مد التنمية المستدامة في مختلف محافظات السلطنة، مجموعة من اتفاقيات رصف الطرق الداخلية وقعتها البلديات الإقليمية بطول أكثر من 900 كيلومتر وبتكلفة تتجاوز 100 مليون ريال عماني. شبكة من الطرق الداخلية الآمنة والمطابقة لاشتراطات السلامة، ستشمل كذلك بعض المخططات الصناعية. قد بلغت تكلفة الطرق الداخلية أكثر من 76 مليون ريال عماني، فيما بلغت مشاريع رصف طرق المخططات الصناعية أكثر من 24 مليون ريال عماني وبطول 193 كيلومترا. هذه المشاريع ستساهم في ربط المدن والقرى ببعضها لتسهيل الحركة وتقليل التكلفة في الحركة التجارية عبر رصف الطرق الجديدة. وتحرص وزارة البلديات الإقليمية على أن يتم إنجاز جميع المشاريع الموقعة حسب المواعيد والبرامج الزمنية المحددة. نحن في أوربيك نعمل لأجلكم. هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية. نحن فخورون بتزويدكم وقود الطاقة. نحن شركاء في دفع عجلة التنمية.
أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. البنك المركزي العماني يعد قانونا خاصا لأمن الدفعات المالية سعيا لإصداره هذا العام. أعلن ذلك لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان سعادة حمود بن سنجور الزجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني. البنك المركزي يشرف على برامج عديدة من برامج الدفعات الإلكترونية والتحويلات بين المصارف، وهناك توجه بإصدار قانون خاص لأمن الدفعات المالية داخل السلطنة. قانون في طور الإعداد وإن شاء الله يدخل في الإجراءات القانونية لإصدار القانون، ونتمنى ونتوقع أن يتم إصدار القانون خلال هذا العام إن شاء الله. رؤى مستقبلية وانطلاق لتغيير أنظمة خدمات المشتركين عنوان المنتدى الخليجي الأول الذي انطلقت فعالياته في مسقط، ويناقش الأنظمة الإلكترونية لخدمات العملاء والتغيير في مفهوم الخدمات الذكية ومشروع صالات خدمات المشتركين والتخطيط الاستراتيجي. تبدأ رحلة المياه من البحر إلى صنبور المياه. بهذه العبارة بدأ المنتدى الخليجي الأول وأعماله في مسقط تحت عنوان رؤى مستقبلية وانطلاق لتغيير أنظمة خدمات المشتركين. هناك اهتمام كبير في هذا المجال، لأن الخدمة في النهاية تستهدف المشتركين بكافة فئاتهم، ويجب أن يكون هناك طبعا اطلاع على أساليب لتطوير هذه الخدمات في كافة فئات المشتركين، ونأمل أن الجميع يستفيد من هذا اللقاء اليوم. المشاركون ناقشوا في المنتدى الأنظمة الإلكترونية لخدمات العملاء، كما ناقشوا التغيير في مفهوم الخدمات الذكية وفي مشروع صالاتها. وبين المناقشات كرم مكتب خدمات المتعاملين بإمارة دبي كأفضل مكتب خدمات مشتركين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. استخدام الوسائل الحديثة والتقنيات الجديدة اللي موجودة الآن ساعدتنا بشكل كبير بأن ندقق على مواطن القوة ونستغلها، وندقق على مواطن الضعف ونتفاداها، وهذه هي كلها حقيقة يعني بعض الأشياء اللي تساعد في رضا المتعاملين، وخاصة استغلال موضوع الشكاوى اللي إذا كانت موجودة تحليل هاي الشكاوى ووصول إلى جذور المشكلة وحلها بشكل حتى لا تتردد ليس فقط لنفس الشخص ولكن للجميع. المنتدى يستمر يومين، وسيناقش فيه المشاركون أيضا تأثير الضبطية القضائية على أنظمة التحصيل، كما يناقشون أنظمة قراءة العدادات والفواتير ومشروع العدادات المسبقة الدفع. أوراق العمل التي طرحت في هذا المنتدى يصب مجملها في تطوير وتحسين الخدمات التي تقدم للمشتركين في المياه. إبراهيم بن سالم الهادي من فندق جولدن توليب مسقط. أخبار الاقتصاد انتهت، شكرا لكرم متابعتكم وعودة إلى يعقوب ونجيب. النشرة الاقتصادية برعاية أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. تجربة فريدة من نوعها لأول مرة في أفريقيا، وبالتحديد في حديقة حيوانات في بوتسوانا، حيث بدأت الحديقة بتوظيف الفتيات بوظيفة مرشدات للزائرين بعد أن كانت هذه المهنة قاصرة على الرجال فقط. تجربة جديدة تشهدها حدائق الحيوان في بوتسوانا بل في إفريقيا بصفة عامة، فقد أصبح بإمكان الزائرين لحديقة تشوبي الوطنية في بوتسوانا أن يشاهدوا الحيوانات وخاصة الأفيال التي تزخر بهم الحديقة بصحبة أول فريق كامل من المرشدات في إفريقيا بعد أن كانت هذه المهنة قاصرة على الرجال فقط. وتمتلك الحديقة أسطولة من السيارات الكهربائية المكشوفة والصديقة للبيئة، وهو الأول من نوعه أيضا في إفريقيا. ويعمل في فريق المرشدات 16 فتاة يقومن باصطحاب الزائرين داخل السيارات في أنحاء الحديقة، وهذه السيارات جزء من مبادرة السياحة الصديقة للبيئة التي تتبناها حديقة تشوبي. وبدأت الحديقة في توظيف مرشدات الزائرين عام 2005 في محاولة لإحداث نوع من التوازن في هذا المجال الذي يستأثر به الرجال. وواجهت بعض الفتيات ومنهم جوبي تحديا صعبا في بداية العمل بهذه الوظيفة، وهو التغلب على خوفهن من الحيوانات.
اليوم الأول لم يكن سهلاً، كان صعباً للغاية. كنت خائفة من الأفيال، وخاصة عندما كانت تقترب مني جداً. في إحدى المرات حوصرت بين الأفيال وواجهت صعوبة في الخروج، لكنني اعتدت على ذلك. ويوجد في بوتسوانا 10 حدائق وطنية للحيوانات على الأقل، وتعمل أكثر من 50 سيدة في مجال إرشاد الزائرين داخل تلك الحدائق في جميع أنحاء البلاد، وهو المجال الذي أصبح تحدياً جديداً تثبت الإفريقيات جدارتهن من خلاله. وفي ختام النشر هذا تذكير بالعناوين: نيابة عن جلالة السلطان المعظم سمو السيد أسعد بن طارق يشارك في ختام القمة العربية بشرم الشيخ. الدول العربية تقرر إنشاء قوة مشتركة لمحاربة الإرهاب وتحدد 4 أشهر للاتفاق حول آليات تشكيلها. أفراح البلاد تتواصل في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة ابتهاجا بالعودة المباركة لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. نهاية النشرة، شكرا لكم. إلى اللقاء.